مرحبا بكم مجددا في هذا الاجتماع الوزاري المضيق والذي سيتعلق بجملة من المحاور، أولها المحور المتعلق بمشروع الأمر الذي يجب أن يصدر ويتعلق بمجلس الأقاليم، مجلس الجهات والأقاليم. الجهات محددة بالولايات، ليس هناك مشكل، ولكن الأقاليم التي سيتم إنشاؤها. وهذا الأمر ليس بالمستجد إطلاقا في تونس، كان موجودا في وقت من الأوقات في سنة 22 و900 وألف، ثم تم تعديله بعد ذلك، وليس بالبدع. وكان هناك ربط بين الجهات الساحلية والجهات الداخلية في تونس، لا بد من أن يصدر أمر وحتى يتحقق التوازن المنشود والعدل بين الجهات في تونس. وهذا المجلس بطبيعة الحال سينبثق عن الانتخابات في مستوى محلية في العمادات، ثم بعد ذلك في المعتمديات المجلس المحلي، ثم أثر المجلس المحلي، هناك مجلس الجهة، ومنها تنبثق كما ورد ذلك في المرسوم المجلس الأقاليم، مجلس الجهات والأقاليم. وسيكون المواطن التونسي الذي له الحق في أن يكون ممثلا يكون في قصر بارد، وهذا هو الهدف من هذا المجلس، لأن المهمة الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج بين كافة مكوناتها. ويجب أن نعترف أن هذا الاندماج لم يتحقق للأسف، واختلال التوازن بين الجهات هو الذي يجب أن نضع حدا نهائيا له. المهمش الفقير المدقع له الحق في أن يكون ممثلا، وبعد ذلك يضع القوانين بمشاركة المجلس الأول، يضع القوانين التي تتلائم مع حاجياته. هناك نص بطبيعة الحال لابد أن يصدر أثر ذلك ويتعلق بالعلاقة بين المجلسين. هناك إذا تعارض المجلسان هناك لجنة متناصفة، وهناك مسألة الكلمة الأخيرة لمن تعود للمجلس الأول أو للمجلس الثاني، وعادة تعود للمجلس الأول الذي يحقق الوحدة، ولكن في كل الحالات هناك تمثيل وهناك مشاركة في وضع التشريعات التي يضعها البرلمان بمجلسيه. هذا من جانب. من جانب آخر هناك المسألة المتصلة بإسناد الخطط الوظيفية، نعم، الأمر مشروع أمر لحذف هذا الفصل التاسع من الأمر الصادر سنة 2006، ويعني يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون. ليس هناك أي موظف له الحق في أن يتمسك بوظيفته في القانون، هذا أمر مألوف ومعروف، وضع في وقت من الأوقات وليس له أي مبرر على الإطلاق. هناك فرق بين الرتبة وبين الوظيفة. هناك أيضا الجانب المتعلق بالتدقيق في الانتدابات. هناك مشروع أمر سيتم التداول فيه في مجلس الوزراء، ويتعلق بالتدقيق شامل في الانتدابات التي وقعت من جانفي سنة 2011 إلى 30 جوان من سنة 2023. يوم أمس فقط شخص رئيس مصلحة في أحد الوزارات تم انتدابه بناء على شهادة بكالوريا مزيفة،
وعلى إجازة مزيفة. لابد من تدقيق شامل، يتم التدقيق في مرحلة أولى في مستوى كل وزارة، ثم بعد ذلك يتم التدقيق في مستوى الحكومة في كل هذه الانتدابات. إهدار للمال العام، فوضى داخل الإدارة، وانتدابات لا بناء على قواعد قانونية واضحة، ولكن بناء على الانتماء لهذا الحزب أو ذاك، أو في الواقع أو في الارتماء في الأحضان اللوبيات، لأنه لا فرق بين هذا وذاك سوى أنهم ينتمون إلى نفس اللوبيات ونفس قوى الضغط التي تسعى إلى ضرب الدولة من الداخل، وتسعى بكل الطرق إلى تأجيج الأوضاع. تعطلت مصالح المواطنين في كثير من الإدارات، هذا فضلا عن أن البعض لا يريد أن يتحمل المسؤولية في انتظار الانتخابات القادمة. الدولة تستمر بقطع نظر عن الانتخابات وما ستؤدي إليه من نتائج، وعليهم مرة أخرى أن يقوموا بواجبهم وأن يتحملوا مسؤولياتهم. هذه الأموال أيضا لابد أن تعود إلى الدولة التونسية، لأنها من مال الشعب. هذه إذن جملة المحاور. ثم هناك بالنسبة إلى المؤسسات المالية، وهناك الأمر النص المتعلق بهذه المؤسسات المالية التي صدر فيها نص يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية 2016 11 يوليو 2016. وهناك الأمر يتعلق بكل المؤسسات المالية العمومية وغير العمومية، وهناك قواعد في المنظمة لهذه المؤسسات المالية، وهناك أيضا تعرفين ذلك سيدة وزيرة المالية بالنسبة لمعادة بان، يعني هذا في القانون الدولي. ولكن لاحظتم كيف تعمل المؤسسات المالية، وبعد ذلك قيل أن لا علم لهم. أين لجنة التحاليل المالية؟ لو كان مواطن سيقترض، بطبيعة الحال أي مواطن يعني نوع من عقد الإذعان، ويسمى عقد وليس عقد، ما الطريقة تاعهم في العادة في البنوك. بالنسبة بطبيعة الحال الضعاف الحال، والناس اللي باش ياخذ قرض باش يبني دار، ولا باش ياخذ قرض باش البنك الفلاحي، بصفة عامة يقول يا نقطة قل له صح لنا، هذه هي ما يقراش يوصل يقول له نقطة صح أو مش صح لنا، هي ما تقراش ما راح. حتى الورقة متاع الأدوية أكثر وضوح من العقود. والمهم بالنسبة باش ياخذ قرض يوصل مرحلة باش يقول له حط له نقطة صح لنا، كانوا مواطن عادي ما ياخذ قرض الا ما باش ياخذ مسك. اول شيء يلزموا البنك اللي باش تعطيه تولي بطبيعه الحال الاجره نتاعو في البنك هذاك دوميسيلياسيون سالير. دوميسيلياسيون ما زلت تو انا عندي دوميسيلياسيون سالير للتاريخ، دوميسيلياسيون دو سالير. من بعد يلزم كترها، ومن بعد كمبيال هي كره مرهون، هي كمبيال وزيدوا التأمين على الحياة هكا كبير هو باش يموت ولا با. وما يأمنوش في الأخر، قال لا أمنوا لا شيء، ومن بعد كل قضايا في المحكمة.
ولي كوميسيون ولي كوميسيون بخلاف عاد هذيك ما تفهمش تجيك الورقه نتاع البنك 13 دينار ودينار و800 و800 مليم ايه لا هذه صارت فريد ديتيود دو دوسي هي نصف ورقه النصف ورقه ب 50 دينار الا معناها ايه 50 دينار جبت الخدامه النهار كامل يخدموا فيها بعد 50 نصف ورقه وكان باش ال وبخلاف عاد تلقاه 13000 دينار و100 و800 ولا وتكون تخلص في 800 ولا تخلص في مليون ولا وتزيد مليون و200 ولا وزينا من الخارج قال لك كيفاش ما يلزمك تعمل هك اي جا انت عاد احكم الواش غير الانتخابات اي جا احكم ما جاي ما من الخارج كي جات من الخارج وفاء معناها الوحي معناها جاء منزل من السماء يا لا شكون اللي مستفيد من الوضع هذا شكون اللي مستفيد معناها ويجي كلمه انت ولا قال صحح هو كي توصل تصحح معناها وصلت للمرحله النهائيه باش تاخذ معناها في بالك النصر العظيم وفي الاخر بطبيعه الحال يبقى راهين من المرهون ومن عند البنك حتى لا يزيدوا من سيريسيون سالير الكمبيال الواش كمبيال اللي هو شاري يخذها التأمين على الحياة مثلا الفريد الدوسي هذيك لو سأل الفريد الدوسي معناها بنيت لي دار بالفريد الدوسي ولا زدتني بيت في البرتمان فريد الدوسي وكيفاش تكلموا هذوما الناس هذوما ما يتكلموش عطاو تتكلم عاد وسائل الاعلام هاي موجوده وهي كانت تقبل وعلاش الدوله ما تسترجعش دورها الاجتماعي كيما البنك الفلاحي وكيما بنك الاسكان هي معمول ما كانت الكنال يقبل لا نردوها بنك الدوله يلزمها تسترجع الدور الاجتماعي بتاعها لا كم تبعت حاله واو قالت البنك العالمي وفيتش واو صنفونا وهاو الخبير الفلاني عاد جاء كل يوم يصبح الصباح معناها الدنيا ما عادش عندنا فلوس وما عادش عندنا نخلص وما عادش هذا موضوع موضوع ايضا المتعلق بالاملاك المصادره هذه الاملاك المصادره تكفي المهزل اللي وقعت لمدة 10 سنوات 10 سنوات وانت اللي معناها ملاك المصادر سواوها مع الأرض واستولوا على عدد منها وحتى اللي استولى على عدد منها لابد من ملاحقته مع الناس قضية مع رجال الأعمال مع المبادرة الحرة وليه فماذا يقولوا أو اللي ضد رجال الأعمال وناس راهو باش يفقوا لهم فلوسهم ولا لا ما عندناش حتى مشكل ما تحب الحريه تفضل خلي الناس كل تخدم على مبادئ الحريه خلي الناس كل تخدم على قدم المساواه لا قالوا باش يفك رجال الاعمال ولا شكون فكلهم يرجعوا فلوس الشعب يرجعوا فلوس الشعب جاءوا قالوا نحينا الرخص عملنا كرس شروط هذه الشروط اللي ما يقولوا نحن شرط العازب على هجالة هذه هي كرس شروط في تونس وقت تحدثت مع عدد من الاقتصاديين اللي بالنسبة للشروط المتعلقة بالنقل البضائع يلزم يكون عندك 17 على الأقل 17 شاحن إيه واللي عنده شاحنة واحدة لا ما عندوش شاحنة هذا شروط على شكون شرطين على شنو معنى أنت باش تعطي المجموع مونوبول معنى رخصة معنى مجموع هذا بالنسبة للكراس شروط واحد مع أزمة الكراسات بطبيعة الحال ذاك مسألة أخرى لكن الكراسات هذه من نوع آخر مش بمناسبة العودة المدرسية بمناسبة هيمنة اللوبيات على الاقتصاد
تحب اقتصاد حر تفضل واحترم القواعد. لا خرطوا البنك هذه له جزء رو والبنوك الأخرى، ما زالت العديد من البنوك الأخرى اللي يفترض وأن تعمل وفق القانون. هذا المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، ما تعلقش بالبنوك العمومية والبنوك التجارية. الكل كل البنوك تعليزين الكل موجودة بالنص، وبطبيعة الحال هو عملوا على مقاسهم كما يحب، ولكن على الأقل فما احترموا القواعد اللي عملتوها. هذا الكل غير موجود، غير موجود بطبيعة الحال. القواعد متاعهم تولي في الخبراء توجي، وعاد كل يوم الخبراء والفارسة والأخرى لا مش صحيحة، نقول له أوتنتيك الورقة ماخذ 22 مليون وأنا الآخر متاع وستر نيون التحاليل المالية. تفضلت أن باش نقعدوا نعمل البحث عن التحاليل المالية بالنسبة للأفارقة أخوتنا رأوا الأفارقة ونعتزوا بانتمائنا الأفريقي، ولكن ما حبوش كون يتاجر بهم، ولكن في نطاق القانون. مش كما كنا نلاحظوا في الجلسة الأولى مرة وضع غير طبيعي، طبق القانون لا ما طبقش القانون، قال وقت العنصرية ولا والاخرين قالوا ضد الساميتين، والتو ما زلنا في سام وحام، التو ما راه من وقت نوح لليوم ونحن في سام وحام، شكون سامي وشكون من حام، لليوم ما زلنا المشكل متاعنا سام وحام. انا المشكله ما راه يخلقوا لك المشاكل ولا العنصري. يعني الحمد لله نحن أفارقة ونعتز بانتمائنا الأفريقي ونريد أن تكون أفريقيا للأفارقة ويكفي. ثم وهذه بالنسبة لليهود السام كانوا يحبوا بالمنطقة متاعهم سمين، لا ردوها قضية العنصرية وقضية اللون وكلها من ترتيب الحركة الصهيونية العالمية، وكلها من ترتيب جهات لا تقبل بوجود أي نظام وطني. بالنسبة لهم نظام وطني لا، يلزم تكون بالنسبة لهم أقل موجودين في الخارج والعمالة والأموال اللي يأخذوا فيها من الدوائر الصهيونية. وأيضا ما دام ذكرت فلسطين وأذكرها مرة أخرى على رؤوس الملأ، أن هذا التطبيع اللي تحدثوا عليه لا وجود له عندي كمصطلح، هي خيانة عظمى لحق الشعب الفلسطيني في فلسطين، في كل فلسطين بالجماهير العربية المعباة لتحرير كل فلسطين. وما القضية أيضا ليست مع اليهود، القضية مع الحركة الصهيونية العالمية. نساءوا صبر وشتيلة، خرجوها من الذاكرة. 41 ساعة مذبحة أخواتنا الفلسطينيين وتونس أول واحدة حتى للتاريخ. كان يرجعوا التونسيين والجمعيات اللي ظهرت في السنوات 30 والأربعين حتى قبل تقسيم فلسطين، جمعيات لمقاومة احتلال فلسطين، وسأطلعهم عليها لأنهم لا يعلمون التاريخ. والتونسيون ثابتون صامدون مرابطون، هذه مبادئنا واختياراتنا الوطنية لن نتراجع عنها أبدا. فأما أن نعيش فوق أرضنا أعزاء، وأما أن نوارى ثرى هذه الأرض الطيبة ونحن شهداء.
انت باخذها نتاع الدوله والدوله تخلص فيه الدوله تخلص فيهم باش يسبوا معناها واحد قريب باش يسبوا معناها يعطي فيه في اجر باش يسب. يا سيدي ما قلتلكش مدح قلت لكش لعمل لل... ما نحبوش لا ما نحبوش يا مسكون يمدح قال رحم الله من أهدى إلي عيوب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا 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 خبير حتى وجي وفلست كل يوم فلست كيف وقت العروي يحكي وقت دخلت فرنسا ألمانيا دخلت فرنسا مع ضرب الوحدة قال تخفت هذا كل يوم قل تخفت كل يوم كل يوم ما في عام 41 وقت احتلوا باريس الالمان ضرب على كل واحد كان عنده السمر بتاعه اي قال التخفت هذا كل يوم يصبح لك التخفت باقي التخفت هو تولي باهية كان كي يشدوا هما معناها اللوبيات اللي عندهم وقت تولي باهية يعني. هو يخلصوا فيه ونحن تو نخلصوا في الدولة باش يقول لك التخفت الدولة وفلست اي فلست كل يوم صباح تاعو 73 خلصت 73 وما زلنا كذا في باش يقعد الاخر العام باش خلص والاخر يقول لك ماش باش يخلص والاخر احمد ربي اللي خيط شهريه اليوم وشوف تاخذها ولا ما هو عام 86 هي ما برنامج الساحه الهيكلي وقت احمد ربي ما راه اللي خلصناك شهر هذا من لقيت شهريتك و ودجم تاخو شاري وثم زاد فما لهنا دعوة إلى كل التونسيين إلى العمل أراو باش نخلقوا الثروة ونعمل على رواحنا وقادرين على العمل قادرين على العمل وهذه الشركات الأهلية تاو كنا الأخرى نحط فيها على الفساد بتاع البنك الفلاحي وهي تجبدي على الشركات الأهلية بعنا طول نتكلم فيها على الفساد وهي تجبدني على الشركات الأهلية كنا عم قد روحك أنت ساعة غادي في البنك اللي تخدم فيها بنك الفلاحي البنك الفلاحي والأخرين حتى الأخرين مش تقصير روح ملفات تم هذا جاهز الاستيبي ايه اللي واللي الاختيار عاد بتاع فلتان ومتاع فلان والبيتكا والبيتكا ايه والبيتكا اللي حبوا كيف كيف زادها وال البيتكا وكل شيء يسلموا فيها معنا غدوة تو قولوا هكا مخصوصين تو نبيعوا الوطن القبلي نبيعوها لولاش تخصينا تكونوا نكملوا كل مرة نبيعوا لقشة بالبلاد هذا هي البلوك داش يسموه ستركتورال نحبوا نبيعوا كل شيء يبيعوا ما تخلي كان المراد يقعد لتاجون دار لا أكل بمشي وشكون يقدر عليه ما قلناش ما تعملش الخاص برا عمل خاص ولكن خلي المرفق العمومي يخدم طبعا فهذا السيدة وزيرة المالية بالنسبة للمصادرة وبالنسبة لل وهذه البيتكا وشكون يقف وراها ونعرفوه لا نعرفوه وهذا معناها فلست وباش نبيعوا باقي باش نبيعوا برا كل شيء مع خطوط البيع برا تونس ليست للبيع وليست للتسويق وليس غرفة للإيجار تونس هي لكل التونسيين في نطاق القانون في نطاق احترام القانون ماهوش تونس متاع مجموعة اللي قاعدة وراء الستار برا اخدم تفضل مرحبا رومضيمة تو شجع الاستثمار كيفاش باش هل الاستثمار اللي ما حبش يتشجع باقي يتشجع فيه وما ما تشجعش منظومة تحفيزية لا مش تحفيزية هي خاطر قائمة على الفساد إذا كان أنت تنحي الفساد مش لازم تقطع مجلة الاستثمار نحي له الفساد خليه يخدم ويخدم مرتاح كان نرجع واحد قال مشروعه ومشروع ما تم النظر فيه من قبل جاءت المعاينة والأموال من بنوك أجنبية معنا باش لا قالوا مشاء قال ما عادش جاي كيفاش تحبوا خاطر كل خطوة بحصنا نحن اللي عنده سلطة حولها إلى بضاعة هذا لابد من أنه ينتهي يا خاطر فما لوبيات وفما فساد
ومثلا ماش صدق قضية يقعد يجي مستثمر 10 سنين ويستنى عدو يجي خبير في وراء خبير وراء خبير ونقعد ونستناه وحتى الخبير يولي مطلوب في قضية من القضايا ولا هو طالبين ولا هو باش يتحاكم بطبيعة الحال اش باش يجي يستثمر شكون باش يستثمر في الأوضاع هذه وما ناش مستثمرين راه باش بقى البي تي كا اللي فلسوا فيها ويحبوا يدخلوا مساهمات الدولة تقعد علاش كانت تخدم قبل واليوم تو فلست هو خطر فلسوها وناس حاطة يديهم والبارح برك شفتوا ولا تو نهارين هكا ومعروفين معناها حتى بالاسماء قعدت كدار بالملف تو قال لجنة التحاليل المالية حتى نجيب لها قال له ما عندنا شيء نقول له هاي الاوراق قال له لا قال تو ما قالوا ما عندناش هذوما الاوراق قالوا ما عندناش ثيوب برقم الحساب الجاري نتاعو في البنك باسمه يا اخي ملفاتهم الملفات كيفاش خداو هما بيدهم هذوما القروض ما فما ملفات في البنك ملفات موجوده كان قالك ما عندناش اي لا ما عندناش والفلوس ما عندناش الاخر 22 مليار ولا قداش ولا 23 مليار 23 مليار ويخصوا شويه معنا بلا لجنة التحاليل المالية ايه اما تحاليل مالية ما سامحني اما تحاليل هذا الوقت اللي راه هذا وماش قائمة بالدور متاعها لجنة التحيل المالي مش تحاليل مالية تحيل هي يلزم يتغيروا اعضاءها كل واحد يتحمل المسؤولية شو يجيب لهم الملفات هم تو اللجنة في ظرف ايام مراد تشوف الملفات كما الاخرين بتاع اللي 22 مليار اللي في سفاكس عن طريق البوست قال لك لا ما في بلناش هي مانش قاعدين تعمل فاش تحل الاخر اللي بعث 3 ملايين لامه من فرنسا قالوا لا تبيض اموال اي بلوكاو هذاك يبيض في الاموال اللي خطر اي بلا خاطر بعض 3 ملايين لموا شدوا هذاك 3 ملايين شد والاخر 22 مليار قالك لا ما في بلناش تو سمعنا وهذه موثقه ما راه وثيقه رسميه عليها الختم وعليها التوقيع كل هذا والوضع باقي قاعد مش ممكن نخرج وراء وشوف بامكانيات ونعل وموش القانون زاد كل مره ها ونطلع وفصل قال عن النقطه هذه ولا وما تمكناش من الشركه الاهليه ولا هي بدلوا القانون ولا فما سلطه تشريعيه ولا اذا كان امر ترتيبي ولا اذا كان يتبدل مش نحن نولي اسرى بتاع القانون القانون تضع باش يسهل طبعا مش القانون تضع عقبة أمام تحقيق هو يفترض معبر عن إرادة الشعب يخدم الشعب هذا المسائل معناته يعرض عليكم والأملاك المصادرة هذه زادة يكفي من وهذه شسمها الشركة كرامة ولا شيء كرامة هولدينغ القابضة فاش نقبض قبضوا الأرواح وقبضوا الأموال هذا فاش يعملوا القابضة كرامة القابضة واسم الكرامة القابضة وين هي الكرامة متاعنا اللي طالب بها شعب تونسي عملها كل آخر قالوا باعوا له يعني ولا اللي بطبيعة الحال شكون بيش يفلسوهم ويكسروهم ومن بعد يبيعهم أكيد بقى هم دايروا العقارات البهينة كلها تباعت لا وتباعت برخص الأسوام برخص الأسوام والأشخاص معينين أي وأنا لباس يأخذوا فيهم قالوا نعرش دار فين بقع ولا قصر ولا خليج الملائكة خليج الملائكة أي قصر قال ولا أي فإذا كبعوه سيد الرئيس بالأثاث نتاعه بالأثاث كنشوف التثاور الأثاث اللي فيه شامل عجب الأثاث بركة يكون يسوى هما يظل يبيعوا ب 20 مليار ولا حاجة هكا ولا
تلقيتات يمكن يطلع 20 مليار اللي فيه. فيه 20 مليار بالنسبة اللي شرع 20 مليار كما تقول نحن دينار ولا 10,000 ولا 20 مليون والله أعلم. دينار رمزي. أي بالدينار الرمزي يعطيهم أموال الشعب. شي حب يقولي بيعوا فيها ب 20 مليار. وكل الكونسول اللي فيه وكل الرخام اللي فيه والشيء اللي فيه. هو ترى مجرد القضاء الملف فيها. في عيب جوهري سيد رئيس لا هما تو باعترافهم هما السيد وزير الداخلية وقت اللي كان وقت الشارع في 2011 وقت خرجوا قانون المصادرة وقت كان وقلت واحد قال مصادرة 3000 مليار يجيب 3000 مليار وزيد عليهم 10% كما رص عليه المرسوم وتوصلكم يرجعوا للشعب التونسي يمشي للقصرين بالترتيب ما ولا القروان لا لا تو الفوسانة ولا قفصة ولا ال تشوف أنت القصرين مرار تتوفر فيها كل إمكانيات لو ما خرجواش من السياسة نتاعهم ولا سيدي بوزيد مطمور تونس مطمور تونس هذا الكل بطبيعة الحال يلزم وضع حد ولا بد مش استكمال المسار استكمال الثورة التونسية وعلى القضاء السيدة وزيرة العدل أن يلعب دوره ماش ممكن نحن نطبقوا في القانون ما نحبوا نظلموا حد لا نقبل بالظلم لسنا بالظالمين نكره الظلم ونمقته ولكن على القضاء أن يلعب دور وهذه القضية تو السماعات شنو الهدرة بتاع السماعات قداش يسمع لا قداش تو ستة شرم ويسمعوا ايش يسمعوا في تسجيلات تسجيلات باقي ستة شرطة ولا قداش عارف عليها مدى في الاختبارات وفي السماعات والآخر يقاتل الروح ولا معارض والآخر التقى مع مجموعة من المخابرات الصهيونية ولا يتحدث في المدرج بتاع المسرح موثق ويتحدث وعلى الأخرين وقت الكوفيد بالنسبة ليهم عدد القتلى يستمد عدد الضحايا يستمدوا في وجوده من عدد الضحايا كل يوم صبح لنا كل مرة اللي تجي وقداش ماتوا اي هذا كل ما فهم في عوض التسعة وقت بعد 25 جويلية جسر وجسور جوية من كل الدول جات التلقيح لا نحرى شريط الانباء شريط الانباء كل يوم جينا هذيك والاخر يوزع في البابات والمفروض يتسألوا اصلا الناس اللي تسعى معرفش أرواح وكان التدخل كان بالليل والنهار باش تهز أكسجين باش تهز من صفاقس القفص وعن طريق القوات المسلحة العسكرية بقى شريط له بقى اليوم سجلنا حتى وصل هو 25 جويلية وخذيته بنفسي بقرار من تلقائي بنفسي لأني 24 جويلية مشيت للمتلوي مستشفى لا ماء لا ضوء لا أكسجين يوم 25 جويلية بينه وبين نفسي ما يعرف حد يقولوا شركنا وسامنا قلت بماذا سأقابل وجه ربي بماذا سأقابل وجه ربي أحسن قرار عملت مش قابل معنى الناس تموت نموتوا في الأخبار ومن بعد تعدى النشر الجوية ولا تعدى للكورة ولا
هاك جينا قداش من اليوم الاحصائيه قداش من وفاه والاموال معناها تنهب وتونس مرت على المخابرات وتونس كان الهدف منهم تفجير الدوله من الداخل ما عبتش عليها صاروخ هذا تفجير الدوله من الداخل وهذا جزء بسيط في الواقع بسيط حتى في وضع الدستور وضعوه لتفجير الدولة ويشوفوا حتى عدد الشكون اللي كان موجود في المجلس التأسيسي اللي كان يفترض أن يكون مجلس معبر عن إرادة الشعب مش عن إرادة اللوبيات ولا ارتهنوا أنفسهم وخانوا تونس وخانوا الشعب التونسي واتنكروا للشهداء واتنكروا للجرحى واليوم مازالوا يتاشروا فهم ناس اللي كانوا موجودين حتى في القصبة 2 والقصبة 1 يتاجروا بل الشهداء والجرحى تم التنكيل بهم والحمد لله بدأت مؤسسة فداء في العمل وستتم الإحاطة بالعائلات الشهداء والجرحى وثم أيضا القوات العسكرية والقوات الأمنية عائلات مزادة ما نساهمش ما نساهمش ويقعدوا كانوا على قيد الحياة حتى اللي بالنسبة للعسكري أو الأمني معناها اللي توفى في عملية إرهابية هذا كما جاء في المرسوم يقعد حتى كانوا على قيد الحياة وتونس ستبقى على قيد الحياة وستبقى السيادة التونسية على قيد الحياة ولن نفرط في تونس ابدا وعندنا السيادة ولن نتراجع عن سيادتنا ابدا هذه مسألة الحياتية بالنسبة لنا السيادة ليست موضوع للنقاش السيادة متاعنا الصحيب هنا التصنيف للدول المراك انتم الاغنياء ونحن فقراء هي ساعة تونس مش فقير وما يقولوه سادة اللي كان قبل الخير في واحد باعترافه في جون افريق وزير بعد باعترافه موجود قال وانه اخذ رشوة ب 14 مليار هذا في 1980 قال اي جو سوي لان دي بلو بوفر دي مومبر دي غوفرنمون هذا تصريح نتاعو منشور لا عندي موجود ما في جون افريق افكر واحد تدخل في الحكومه باش يستغنى اي بخلاف عاد هربوا الاموال ولا اي طبعا اي لا اما قال لك رشوه في صفقه اعترفوا انه 14 مليار وقال انا اكثر اعضاء حكومة فقر مسكين اي مسكين فقير الزوالي هذا اي بقى من بعد رجع ما عندناش في ذيك الاسماء ولي تو نرجع كنا قبل الخير هاكا تو تلفزة مرة أخرى ولي خير خير ما راه كل شيء خير فهم حاجات تعملت تو في الصحة ولا في التعليم ولا في الأحوال الشخصية ولا في والصحة معناها من اللي بدات التونسي ما عادش عرق داوي البارح معناها تكلم ال 11 و4 نتاع اللي تبعوا في امريكا التونسي ما عندوش حق يداوي لازم كانوا عنده يعني الموجودة هذه حتى في الدول الليبرالية المرافق العمومية والنقل تي مهين للكرامة الإنسانية ساعة النقل الجماعي يخرجوا منها 40 ولا 30 واحد معنا كيفاش كانوا راكبين ونعرف ايش معنى النقل الجماعي ولا النقل التاكسيات اللي بتعريفة خاصة معنى ويقول لك لا فوتنا فيهم كل الخطوط بيع هي مرفق عمومي كتقول له انت عندك الحق في النقل
ولا في التنقل في الدستور. هي ما الشركة على دستور هو مش يمشي بيه، يوفر له السكر، يوفر له الحافلات، يوفر له النقل اللي يحفظ كرامته. لا نحن هاو كان الحق في التنقل، هي الحق في التنقل إذا كان ما وفرلوش أنا الحق في التنقل. كان دخلت باش تزيدوا 7 كيلومتر القرية، قالوا كلهم أنا شرب حين فيها. هي المرفق العمومي، إيه تلام ذلك وباش يقرأ بطلوا لولا التدخل. وهذا التدخل شيء قطر جات شكاية، قال باش يزيد 7 كيلومتر، قالوا لا ما خاسرين ما يقراوش، ما راه يقعد وهذا كتلام ده ما يقراوش، ما راه حاط تم التدخل. والسيد المدير الجهوي باش تكلم قال لهم وقت رجعوا الكاره تزيد 7 كيلومتر. 7 كيلومتر مش لازم هذا 7 كيلومتر مش عباد. لا خليهم خاطر خاسرين. هي هذا مرفق عمومي بيفهم وسادة حتى المؤسسات والمنشآت العمومية. ما ثمش ربح، ما ثمش ربح يموت معناه الاخر ربح باش الموجود في الخارج. الضمان الاجتماعي، النقل، الصحة، التعليم. لا نحن نقول لك ما ثمش ربح، بيع بيع معناه كل شيء بيع. اخدم تحب حر ولكن نوفر لك أنا كدولة الحق في الحياة الكريمة، الحق وأنك باش تلقى تتعلم، الحق باش تتنقل، الحق في الصحة، الحق في الضمان الاجتماعي. لا الضمان الاجتماعي وتولى يعمل عملية عقب 900,000 ولا ما زالت ما نعرفش 900,000 ساعة يرجع له بعد 100 دينار ويجري عاده برا زيب بعرقه، يمكن يزيد عمليه اخرى باش يطلع باش ياخذ 100,000 ولا هكا مره 900 دينار رجعوا 110. ثم اللي باع داره ولا سيارته باش يداوي، هذا ضمان اجتماعي. علاش نقولوا لهنا الفساد؟ اذا كان ما يلقى شيء معناها بطبيعه الحال اللي عنده موظف ما يلقاش، تولي المنظومه كلها تفرز الفساد. أقضي على أسباب الفساد. تو في الدول في شمال أوروبا علاش ما ثماش فساد أو نسبة ضعيفة؟ مش خاطر هيئة مكافحة الفساد، ما عندهمش هيئة، عندهم سعد وعندهم المرافق العمومية كلها الدولة تمكنها من المرافق هذه. ما المرافق الأساسية ما ويلقى المقابل المجزي اللي يحفظ كرامته وما عادش ما يفكرش في الفساد الا الشاب. وثم اللي يتجاوز يتحاسب في العلن، الرقابه نتاع الراي العام. الرقابه وقت اللي خذات وزير تاكسي ولا وقال ولا ما ركبت بال الاموال نتاع الوزاره ولا استقالت اجبروه على الاستقالة. استقال ما قعدوش يستناو عاد في الخبراء باش يعملوا باش يحط خبير وزيد من بعد السماعات ولا استقالت ولا الاخرى اوراق بنما. عملوا لجنة تحقيق عادة في ورق بنما في أحد الدول الأوروبية، مجرد وأنه الاسم متاع رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء خرج في ورق بنما في الصباح نصف النهار هز أغراضه الشخصية وقدم استقالته. نحن ما زالت لجنة التحقيق ما تعملت، أول لجنة التحقيق لازم تمشي العداله سيده وزيره العدل. محلوله هي القضيه. ايوه خلي كل واحد يحقق. محلوله من اوراق بنما. ايوه ولا مراقبينها. لا تطور اوراق بنما تحركت، اما وقتها ما لجنه التحقيق واوراق بنما واوراق كلمتين وهكا عملنا لجنه التحقيق، جابت لجنه التحقيق. ما ثم حتى شيء.
يعني القضاء هذا يقوم دوره، يقوم بدوره، هذا مهر بين أموال، تبييض أموال، معناها كل هذا موجود. وللأسف بطبيعة الحال نحن ما زلنا في نستنى في السماعات نسمع، وباقي نسمع، هي خرتها نسمع، معناها ترى في الظلم وباقي ونسمع، يا سيدي خذ حقك، معناها فما إجراءات مواجهة، ولك مش قضية تقعد 10 سنين. قضية 10 سنين ما عاش عنده أثر حتى الآن. الأحكام اللي تصدر والقرارات اللي تصدر على المحاكم ما عاش عنده حتى أثر. 10 سنين ولا قرار مشاه ولا فما قضية 17 سنة تو جارية، ولو قضية مدنية وعقاري يا حال 17 راه مشات عاد فلوس 17 سنة راه ماتوا في الاثنين. 17 سنة اش مازال؟ تم القضايا ب 23 سنة. 23 سنة. ما بين التعقيب والاستئناف. وبرجع التعقيب وارجع للاستئناف والاخر، واش معناها ساعة كل قاضي ما وقعش. ما يمضيش. يرجع فما واحد ما وقعولوش في قالوا الحكم صدر. نقص الامضاء. نقص الامضاء تعاود ترجع للاستئناف. واربع سنين وهو يقاسي. إيه هو الآخر ما صححش، والآخر عاود عاد رجع للاستئناف وبيئة أخرى، يجي القاضي ما صححش، علاش الآخر يدفع في الثمن؟ وفما مرة سيد الرئيس قضية منهم مرتين يرجع ويعاودوا ما صحوش. ما يصحوش مرتين ما يصحوش. أقعد استنى معنا 10 سنين أخرين حتى سيدي القاضي باش يصحح. إيه كما صحش هو اللي يتحمل المسؤولية، وأنا أنا متقاضي ما نقعد نستنى فيه ما صححش. لا أوك ما صححش ترجع وبأخرى وبنقلها عاد المحكمة أخرى. وبعد الرئيس تحيلهم على مجلس التأديب. أي. يقعدوا راقدين في مجلس التأديب ويقعدوا أجلوا لهم فيهم واستجابة لطلب الدفاع. كاين الحكاية دور كلهم أجلين القضايا في المجلس. لا كلهم أجلين. القاضي راه دوره كبير في المرحلة هذه، وكما دعوة للعمل بالنسبة إلى كل التونسيين، دعوة إلى القضاء، وأنه نواصل مع الثورة، نحاسب من أجرموا في حق البلاد، وما الناس كل على قدم مساواة، الناس كل إن شاء الله سيد الرئيس الناس كل على قدم مساواة، فماش هذا يقرب له ولا يكون منه ولا عنده فلوس ولا عنده عميل أجنبي ولا باش هذا باش مصاهرة ولا أخر خاطر يعرف الدولة الفلانية تحمي فيه ولا الفم الدولة التونسية وقوانين الدولة التونسية فقط. إن شاء الله قصور العدالة تكون فيها عدالة، إن شاء الله يتحملوا مسؤولية تكون فيها عدالة، وحتى قصور العدالة والفساد هو حتى في قصور العدالة في اللي موجود حتى في الشكل بتاعها راكاش تلقى المحاكم الجديده ما راه، وكانت تحل فيها قضايا كيفاش تبنات، ساعات تشوف متقاضي تخلى من خرج من غادي ما يعرفش فين ماشي، على الاقل ابني هاك ياخذوا نتاع باب بنات الارشيتكتور نتاع باب بنات الاخر داخله مع المره حلوا باب يلقاوه المحكمه ناحيه تونس لوقت حطوها في دار الحزب. في دار الحزب حلوا الباب بقى القاها فضاء. قال ارد بالك، قال ما تحلش الباب لا تيح. هذه محكمه، شوف الهيبه بتاع المحكمه، ما راك تشوف القصور العداله في الخارج ولا قصر العداله ولا اللي موجودين اللي القدم اللي قدام والاكتظاظ وداخل من واحد الملفات على كرسي متحرك معناها داخلين بها كيفاش ينظر القاضي، والتكوين اللي يلزم يتلقى القضاة في المعهد على القضاء كله قاعدين نراجعوا فيه. كل هذا لابد اشوف نتواجه للشعب التونسي، وانا لابد ان نستكمل الثوره ونحقق العدل ونمكن التونسيين من الشغل المجزي والمقابل المجزي، مش المقابل اللي يخدم ب10,000 في النار والاخر معناه يعيش
بالخبز اليابس والدابس والمرأة عايش في القمامة. إيش ما تكلموش عليهم هذوما، ما تكلموش عليهم، تكلموا وكل وقت يمشي كريوتيل عاد يعملوا فيه ندوة فما الفلوس. ومش لازم نجي نتكلم عن ندوات متاع الأموال اللي جات اللي خذوا المراب ندوات متاع منظمة كذا ولا وحقوق الإنسان ومنظمة النفاذ إلى المعلومة والفاتورات من يجيهم الفلوس هذه؟ وين هي لجنة التحاليل المالية والأحزاب؟ وين هي لجنة التحاليل المالية؟ قاملهم بقى وتعوا معنا التحاليل المالية هذا ما يعرفوهم، جاتهم الأموال وتجيبانهم الأرقام في بعض الحالات لا ما شفناهاش. ينظر إلى الواقع وليتعظ بالتاريخ، لأنه لا يمكن أن نصنع تاريخا جديدا بمن لفظهم التاريخ ووضعهم في قمامة التاريخ، في قمامة التاريخ. سنواصل إن شاء الله وسنحقق أهداف الشعب التونسي ورؤوسنا مرفوعة في السماء بإذن الله تعالى.